السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلقة ديال واحد النبات اللي هو قاتل موجود متاح في جميع المنازل، ممكن أنكم تعطيوه الأرانب ديالكم ويعني بكل بساطة أنكم غادي تخلصوا منه. يعني حضيو من هذا النبات الخضرة، وحقها خضرة غادي نوريكم أشنا هي. قبل ما نهضروا على هذا النبات، بالنسبة للناس اللي بغوا يبقوا يعطيوا الأرانب ديالهم يعني النباتات والخضر يعني طريقة، وهي راني واحد السيرو هضرت عليه وهو إيباغينول. هذه غير يعني كفكرة يعني دايزة. المهم أنا أعطيتهم هذاك الدواء، ودابا راني كنعطيهم النباتات خضراء يعني غير تكون مجففة مزيان. ممكن أنكم تعطيهم بحال هكا خص اللي غادي يشيط عليكم لقامة، كما كتشوفوا هاد الكرومب حتى هو ما يدير لهم والو، القشور ديال المطيشه انتما كما كتشوفوا. الحلقه ديالنا ديال هاد النهار وهي بكل بساطه، ما غاديش نطول عليكم بزاف، وهي البصله. هاد القشور ديال البصله، هاد البصله الخضاريه، حنا كنقولوا البصله الخضاريه كتكون طويله. هاد البصله الخضاريه راه شحال من واحد يعني ما عرفش الارانب ديالو علاش ماتوا. كونوا متاكدين هذه البصله الا مشاو تاكلوها يعني راه مباشره كيبقاو يغوتوا. اولا كيبقى تسمع واحد الغوت يعني كانك يعني عطيتيهم شي سم. الله يسر. حضيو من هذه البصله يعني كما واخا تكون غير الريحه ديالها في الماكله ما تعطيوها لهمش. قشور ديال البصله هكا يعني الخضاريه، كاينه البصله اللي كتكون مكركبه هكا، هذيك يا عموما البصل ما كيتعطاش يعني مباشره. كاين طرق يعني بالنسبه للناس اللي كيربيو الارانب في فصل الصيف، كاين الثومه والبصله، هادو ممكن انكم ديروهم فواحد كل لتر غادي تخلطوهم معاهم، ديروهم في المولينكس وتضربوهم بالخلاط يعني مولينكس، كتعطيوهم هذاك الماء ديال البصل ماشي البصل مباشره، هذاك كيطيح لهم درجه الحراره حتى لخمسة درجات. يعني الا مشيو تعبرتوا لهم درجه الحراره كتلقاو ان درجه الحراره كتولي عندهم مزيانه، والثوم راه معروف هذاك راه مضاد حيوي مزيان. اما بالنسبه باش تعطيهم القشور ديال البصله يعني مخلطين مع 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 الخضار اللي كتشيط عليكم، هذاك الدواء هيبارينول غادي يخليهم ما يمرضوش يعني بالامراض المعويه مزيان. ولكن بالنسبه الى عطيتيهم هاد القشور ديال البصله كما كتشوفوا هكا، راه هذا قاتل. كونوا متاكدين هذا راه قاتل. انا كنعاودها وكنعاودها، الناس اللي كيقول لك لا راه كنعطيهم بصله، هذيك القشور ديال البصله ممكن انكم تخلطوه لهم مع الماء وتصفيوه، تعطيهم غير الماء ديالو، ما تعطيهمش قشور البصله يا عباد الله، راه قاتل قاتل قاتل. هذه يعني وقعت لي في البدايات ديالي، ما كنتش كنعرف سنين من يلاه بديت، كنت عاد صغير وكان عندي واحد الجار كيعطيني هكا كي اذا كان شي حاجه مثلا الخبز كارم كيخليه لي، مره كيجيب لي واحد الاناء عامر بشي قشور كيقول لي هكا اعطيه للارانب. انا كنت كنعطيهم اللي كان يعني اي حاجه كنعطيها لهم. كانوا عندي واحد القاطع كله مشالي في نهار واحد، تخيلوا ان نهار واحد مشى القاطع كامل. اذا هذه نصيحه خذوها من عندي، ما تعطيوش الارانب ديالكم القشور ديال البصل او البصل، وخصوصا هذيك هذه البصله من هذا النوع اللي كتكون طويله، يعني كتكون هي طويله هكا، كتاخذوا نتوما جزء اللي غادي يتكال وهذا كترميه وكتقولوا غادي نعطيو الارانب هكا يعني القشور ديال الخضر. القشور ديال الخضر حيدوا هاد واخا الريحه قلت لكم ديالهم ما تكونش، انا هادشي غادي نرميه. هادشي واه ممكن انني نعطيه لهم. انتم كما كتشوفوا القشور ديال البصل يعني ممنوع بالنسبه للارانب. اللهم اني بالله، لان هاد الموضوع هذا راه شحال من واحد كيغلط وكيضيع الارانب ديالو. قلت لكم ما بين ليله ونهار كيمشي القطع كامل. كونوا متاكدين ان هاد القشور ديال البصل راهم كسم بحال السم كتعطيوه الارانب ديالكم. كاين عاوتاني
نهضروا على حوايج اخرين، كاين القزبر حتى هو كيقتلهم، كاين هذا البصله اللي هضرنا عليها، وكاين القرعه البسيبسيه اللي كتستعملوها في الكسكسو نهار الجمعه، كتكون في هذا الحجم، كيقولوا لها القرعه البسيبسيه، ماشي القرعه الحمراء، وانما القرعه البسيبسيه كتكون تقريبا فيها واحد الشبر، هذيك القشور ديالها عاودي نمش تعطيته للارانب راه كيضرهم، ولكن كيضرهم مع المده. عندك القشور ديال البصله وال يعني القزبر هادو كيطيحوهم في البلاص كيبقاو مساكن كيغوتو كانهم كلاو شي سم. اذا ما نطولش عليكم، يعني الرساله راه واضحه، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.